السلام عليكم. كيفك يا غالي؟ شلونك؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. شلون جاهزين عندك؟ تمام شباب، جاهزين اعطيني شغله. اكيد حبيبي. الطاقم كل واحد بيشوف شغله. حاضر. ماشي، انت خليك معي. اخي وين زباينك الاجانب؟ في 10 دقائق خذوا فكرة على المحل. يلا شو شايف لي اياها؟ ايطاليا كمان. اوكي عبدو يا اخي، شوف شغله هذا الشيء. شكرا. مخرج يا مخرج، لك ريحه معايا موقع. لك انا موقع لك ابي، خرب بيتك عبيته للموقع. لك ابي شو هاد اللي عاملينه؟ لك شو هالمجرى اللي عاملينها؟ لك شو هاد الكاميرا بالزيت؟ ولا سلطه ماكريفونه؟ ولا مكياج بالفطور الشامي؟ شو هاد لك ابي؟ مرحبا اهلا. تعال معي. شان الله حبيبي، شان الله بقى بدي اشتغل. من الاخر من الاخر من الاخر. اخي مخرج خلصني. شوف لك، انت شفت الشباب كيف التهوا؟ طبعا انا اللي شفته. قلت لك ناهي انت. لك على راسي، على راسي وعيني. اسمع نصيحتي. تفضل تفضل. هاد اللي بقي معي. شو هو؟ طيب هذا اللي بقي من السفر. تمام. انت محلك ما بده دعايه اخي، وفر فلوسك والله يوفقك. شباب لما العده الحقوني. هيك رايك يا عمي؟ باين الله.